اكيد كلنا كمصريين فرحنا بفوز مصر بتنظيم ان شاء الله كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر وفوز نجمنا العالمي محمد صلاح. اكيد كلنا كاهلاويه ان شاء الله عوده النادي الاهلي مره اخرى لمنصات التتويج ده هيكون هدفنا برده في 2019. كابتن محمود الخطيب خرج هنا في قناه النادي الاهلي بعد الخروج من بطوله افريقيا امام الترجي وراح وكلم جماهير النادي الاهلي كلهم ووعد ان شاء الله ان هيعمل فريق قوي للنادي الاهلي هيدعم بصفقات قويه ان شاء الله هيكون منافس قوي خلال الفتره اللي جايه. زي ما احنا شايفين النادي الاهلي بيواصل التدعيم وبواصل التدعيم بصفقات قويه جدا من العيار الثقيل زي ما احنا شفنا محمد محمود شفنا محمود وحيد شفنا جيرالدو شفنا ياسر ابراهيم شفنا نجمنا حسين الشحات. الحلو في الصفقات دي ان فعلا اللعيبه دي بتحب النادي الاهلي ممكن تضحي باموال كبيره في وقت في ناس بتجري عشان الفلوس الناس دي بتضحي علشان النادي الاهلي وممكن تضحي بفلوس كتير زي نجمنا ياسر ابراهيم وزي حسين الشحات. فعلا ممكن تلاقي في ناس بتدخل في الصفقات وبتعرض فلوس كتير عليهم لكن هما بيضحوا وبيتنازلوا عن مستحقاتهم علشان يجوا النادي الاهلي. ده الحلو في الصفقه وده اللي يدي دايما يعني قوه لجماهير النادي الاهلي ان اي لعيب هيجي لك هو حب النادي الاهلي ومقدر تيشيرت النادي الاهلي وهيبقى عنده شخصيه النادي الاهلي. طبعا يعني شفنا حسين الشحات ان شاء الله يعني نجم كبير ما شاء الله عمل عمل ماتشات قويه جدا مع العين الاماراتي وقبليه كان مع مصر المقاصه وشايفين لحظه يعني دخوله النادي الاهلي وكان موجود برضو في مباراه السموحه. الراجل تحس ان هو مولود جوه النادي الاهلي ان واحد يضحي بالاموال دي كلها ويحارب على حلم عمره بقاله كذا سنه لحظه اتاخرت لحظه انضمامه لكن عنده يقين ان هو دايما النادي الاهلي يعني هيجي في يوم وهيبقى هيلعب في النادي الاهلي وهي دي اللحظه اللي جت. فاحنا طبعا بنتمنى ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه ويكون نجم كبير ويعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم المره الثانيه كان في ناس كتير بتقول محدش خلاص احنا في زمن الفلوس والمال هو المسيطر. لا بالامثله دي دايما حب النادي الاهلي هو اللي هيسيطر على كل اللعيبه دي وان شاء الله يعملوا تاريخ كبير مع النادي الاهلي.